فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. روى المصنف عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. ما زلنا في المقدمة في مسند الدارمي إخوتي الكرام. أنا وضحتها. أم الأبرار، لو تدعي لي أحد يبين صلاة التسبيح يكون أفضل. طيب 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 طيب، الفوائد: من غرز أثمر، من أحسن الغرز أثمر أو جادت له الثمرة. بالله أدعو لي بالتوفيق يا أحمدي، وأن تكون لله، لا تكون رياء ولا سمعة. أدعو الله أيها النبي لي ذلك. من أحسن غرز جادت له الثمرة. المسلم ليس صالحا في نفسه فقط، بل مصلح. المسلم الحق من كان صالحا مصلحا. هنا ابن عباس في ما زلنا في المقدمة في سنة الدارمي، روى المصنف عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، وإن كان اسناد في شيء. يا رب يرضى عنكم. نسأل الله أن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعلها أيضا يعني إنصافا وبيانا للحق من الباطل، وإلا فالمسألة صارت عظيمة جدا يا أحمدي. عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق. عن ابن سيرين يقول: ما دام على الأثر فهو على الطريق. وهذا إسناد صحيح، وهذه من أعظم البشارات. وأيضا عن أبي قلابة قال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. ألا وإياكم التنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. شوف، نحن نحارب البدع، يقولون بأننا لما نحارب البدع ونقطع دابر أهل البدع والضلالات يقولون متهور أو متهور في الفتوى أو شديد، لأنهم لا يعقلون ما تفعل ولا يعلمون كيف أنك تتعلم أن تكون مقداما عند الإقدام، وأن تكون متراجعا عند عدم الإقدام. هذه هي الشجاعة الحقة، وهذا هو العقل لا التهور. لكن من لم يفقه ما تفعل يصف غير ما يكون على الأمر على ما هو عليه، وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. لذلك العلم نور حقا، العلم يجعلك فوق الجميع، ترى ما لا يرون، فتفعل ما لا يفهمون ولا يفقهون، فينتقدون على ضعف وجهل. منار، أنت متغيبة من أيام، وهذا يزعجني وسأزعجك الآن، لأن هذا تخلف وتقاعس. محمد، ادعو لي بالله، أنا لا أساوي غرز فيني عليكم جميعا، حفظكم ربي. فأقول هنا: لما قال له لابن عباس أوصني، فكانت الوصية من أعظم الوصايا، وهي: عليك بتقوى الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، والزجر عن محرمات الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. اللهم سلم يا رب. وإننا لنطغى، وإننا لنتعدى، وجاوزت الذنوب الطود، ولكن الله جل في علاه أرحم الراحمين. قال: عليكم تقوى الله والاستقامة. شوف، تقوى الله ثم الاستقامة. التقوى تبدي الاستقامة، والاستقامة تعطي التقوى، فالمسألة بالمبادلة كقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله. والاستقامة يعني تأتي بالكرامة، يبحث الناس عن الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، فكن على الاستقامة تسعد بالكرامة. قال: اتبع ولا تبتدع، كأنه قال: وجماع الأمر أن تتبع ولا تبتدع، لأن الاستقامة الحقة على الكتاب والسنة، والاستقامة التي يرضاها الله جل في علاه أن تكون موحدا له في العبادة، موحدا لاتباع نبيه في الاتباع. فقال: اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، رضي الله عنكم وصالح. أحسن الله عليكم. نعم، لن يصح إلا صحيح. نعم نعم وربي، الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك أحمدي. ولذلك: والله الذي لا إله إلا هو، ولو ذهبت الأرواح لا نسكت عن حق نرى. ونسأل الله أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم.
قال اتبع ولا تبتدع، وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. كفاكم الله تعالى بأن تكونوا على إثر هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وعن ابن سيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. قال ما من كان على الأثر فهو على الطريق، يعني من كان على ضرب الأولين فهو الناجي. لذلك كان يقول الحسن البصري من سار على الضرب وصل، يعني رويدة رويدة، لكن سر على الضرب. أنا أعشق مطروح، أبشر سأكون هناك. المهم هيئوا لنا المجال لنزول البحر. ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق، فكونوا كذلك، فلا تبتدعوا وخذوا بأثر من سبقكم، فإن الله جل في علا يوفقكم كما وفقهم ويمكن لكم كما مكن لهم، وأنتم على زيادة لا على نقصان ما دمتم مستمسكين بالعتيق، ما دمتم مستمسكين بما كان عليه هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد اصطفاهم الله على الخلق أجمعين من أجل نصرة هذا الدين. ولذلك ابن مسعود قال تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، وأنا وإياكم التنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. شوف قال العلم يذهب بذهاب أهلي، وقلت لكم لابد من الالتفاف حول العلماء الراسخين منهم، ولابد من العض بالنواجذ عليهم، ولابد من إكرامهم من أجل أن يأخذوا ويستوعبوا كل ما عندهم من العلم، لأن بموت العلماء يموت العلم. لما دفن زيد بن ثابت دفنه أبو هريرة وبكى بل الثرى وقال ها هنا دفن علم كثير. لكن شوف إيش قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له، وابن عباس قال تسألونني كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بذهاب أهله، هذا ذهاب العلم، هذا أوان ذهاب العلم هكذا. فنسأل الله جل في علاه أن يكون الله يرضى عنك يا أستاذي، أن يكون الأصل في هذا الباب هو اتباع الأثر، اتبع ولا تبتدعوا قد كفيتم. لما قالوا له ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، فلا بد من اتباع الأثر. ابن مسعود جعل لنا أمرا مهما جدا في هذا الباب عندما قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، وهم كانوا يفعلون شيئا غير التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لكن كانت على هيئة على غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات الذكر. لذلك قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله لا يستطيعون الإقرار أو مفتتح باب ضلالة. قالوا علامة، نحن نسبح ونحمد، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، إذن عليك بالعتيق. ولذلك قال إياكم والتنطع، والتنطع هو التكلف، ما عندك أثر اسكت، ما عندك أثر لا تفعل. بعدين تأتي كالمتكلفة التي تقول وإنه لما خالف شيخه أو من قلده فيستصعب عليه الخلاف، وهي بتميع القضية. المرأة هذه لابد أن نقرص أذنها لتستيقظ لعل فيها الخير، فلما تستيقظ يعني على الأقل تتقن ما تكتب بدل الهبل اللي هي بتخبطه في كل لحظة. تقول تخير ما شئت، والمسألة كأنه في سوبر ماركت، يتخير ما شاء ويدع ما يشاء. الدين ليس كذلك، الدين عند الله واحد، الحق واحد، وجب اتباع الأرسخ في العلم، وجب ذلك، وجب الأرسخ في العلم. فكونوا على الجادة رضي الله عنكم، كونوا على الجادة وعلى الطلب، وكونوا مستمسكين بما عليه بما كان عليه الأولون، فإن النجاة في ذلك، ومن سار على الدرب وصل. قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. اللهم اجعل من هؤلاء الذين يلتمسون السنن ويتمسكون بها ويعملون لدين الله جل في علاه، يقاتلون وينافحون على رفع راية السنة وقمع البدعة، ويقاتلون من أجل نصرة هذا الدين. طوبى للغرباء، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. ارجع أخي الكريم للمشرفين سيبينون لك ما تريد. الفوائد المستنبطة: من سار على الدرب وصل، الحيدة عن السلف الكرام تنطع، والتنطع فيه بدع، الناصح الأمين من دلك على درب الأولين. الناصح الأمين حقا هو من دلك على درب الأولين. الآن أستأذن من حضراتكم وأشكر لكم فضلكم. الصلاة على الأبواب.
اللهم اجعل من كل صالحة واجعل وجه خالصة وتجعل احد فيها شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.